هذه الطفلة وبسبب الأوضاع الحالية وما تشهده البلاد ألفت نشيد للعلم محور وبكلمات تتناسب مع واقعنا. دعونا نستمع لها ونقرأ لكم أبرز الردود على الفيديو. يلا الليلة عندنا سودان جديد اسمه لا تكن شهيد فيك يا وطن، كل يوم في صف الوقود والفرم، الكهرباء ماف والجو سخن، نشتري أنشي بأعلى ثمن، هذه الأرض لهم كلهم، مدنيين بعساكر واللحظة برضو معاهم، يا بني السودان خارجوا نفسكم، جدوا بسمك وشوفوا حلمكم. الله الوطن النصر للمسلمين جميعا. كان عندنا علم. أنا بس عندي نزل عشان كده اللي رزقت ما قلت لكم السلام عليكم ولا أي شيء. هاي عيانة وعيولي ذات عيانة كل عيلي واقعت لي. يلا باي. الله يعفوك ولو مشتاق لكم كثير، مشتاق لكم حتى أمي نسرين، أنا مشتاق لها. يلا مع السلامة. هذه البراءة جعلت الزميل تاج الدين هجو يقول قاضبون في الروضة. عسل ما شاء الله، لخصت الحاصل والحل ربنا يحفظها، وتكبروا وتشوفوا سودان أجمل إن شاء الله يا تاج الدين. إبراهيم سليمان قال أنت بتعاني من النزلة وصاحب التلفون يلقى منشور زي ده وأنت مركبة وشك جوا التلفون بالطريقة دي. عوض الباري قال هذه الأرض لنا لن نفقد الأمل. فعلا يا عوض لن نفقد الأمل. حبيب الزميل حبيب السعيد برضو كتب لا أتفق مع هذا المنشور، كما أدعو بث هذه الطاقة السلبية للأطفال والشباب وأرجو إعلاق يم الوطنية. الطيب قال كلمناكم 10 مرات قلنا ليكم ما تدوا التلفونات للشفع وما تخدتوهم في الشاحن. عاد ما خدتهم وين يا ولدي؟ علي المبارك قال نصيحتك حقت السنبوك سمحة للبيت، يعني نصيحتها حلوة لكن مالك بتشكي زي الحبوبات. عبد الملك قال يا بني السودان خارجوا نفسكم، جدوا بالسنبوك وشوفوا حلمكم.